النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم عن معجون اسنان جديد ابتكره العلماء في كاليفورنيا، المفروض ان هو بيتغلب على الحساسيه بتاعه الفول. طبعا احنا عارفين ان حساسيه الفول دي حاجه مش سهله وفي ناس كتيره جدا بتشتكي منها. طب يا ترى ايه الموضوع ده؟ يلا بينا. زي ما اتكلمنا قبل الانترو كنا بنقول ان في خبراء ابتكروا معجون اسنان في كاليفورنيا، المفروض ان معجون الاسنان ده بيتغلب على حساسيه الفول. طيب هم عملوا التجربه دي المفروض على حسب الصحيفه بتاعه ديلي ميل البريطانيه، هي اللي كانت بتحكي الموضوع ده، عشان في ناس كتير قوي بتهاجمني حتى على ان انا كنت بقول ان في منتج او بقول ان في عقار هينزل هيخلي الاسنان تبدا ان هي تطلع تاني. يا جماعه ما حدش يهاجمني، انا بنقل لكم خبر بس وبنقل لكم تجارب العلماء او الخبراء بينفذوها وفعلا بتحصل على ارض الواقع، ممكن ان احنا نسرش ونسمع عنها ونقرا عنها. يعني مش لازم دايما نفضل نهاجم على اساس ان الاخبار اللي بتيجي بتبقى اخبار كاذبه، لا احنا بيبقى عندنا دلائل وبيبقى عندنا وثائق بتقول ان الكلام ده بيحصل فعلا. فالمفروض ان هم بيعملوا التجارب دي دلوقتي، سواء هي نجحت او فشلت دي حاجه ترجع لهم ما ترجعش ليا انا. فدلوقتي هم ابتكروا معجون اسنان فيه جزيئات صغيره جدا من بروتين اللي بيسبب اصلا حساسيه بتاعه الفول. طبقوا التجربه دي على 32 شخص بالغ، المشاركين في التجربه دي غسلوا اسنانهم مره واحده يوميا لمده 11 شهر. اكتشفوا بعد فتره حاجه غريبه جدا، ان الناس دي اختفت من عندهم تماما الاعراض بتاعه حساسيه الفول، سواء اعراض شديده او اعراض معتدله او حتى بسيطه، اختفى عندهم تماما ان هو يبقى عنده حساسيه فول ولا كانه بيشتكي من الموضوع ده. كمان الخبراء بيقولوا ان المعجون ده فيه مواد امنه جدا، مفيش فيها اي اضرار سلبيه او اضرار جانبيه على المريض. بعد ما نفذوا التجربه دي في 24 واحد من المشاركين هم اللي حصلوا بالفعل على المعجون ده، بعد ما طبقوه ان هم استخدموه مره واحده يوميا لمده 11 شهر والاعراض دي اختفت من عندهم، صرح الخبراء دول ان المواد او المركبات اللي بتبقى موجوده في المعجون دي بتكون مواد بتقوي المناعه، وده السبب الرئيسي اللي بيخلي ان الاعراض بتاعت حساسيه الفول ان هي تبدا ان هي تختفي. وبيقولوا بعدها ان احنا لو طبقنا الموضوع ده على ناس كتيره جدا مش هنحتاج بعد كده لحقن او ادويه تقلل معانا الاعراض اللي بتكون مصاحبه لحساسيه الفول. طبعا اللي عنده حساسيه الفول هيبقى فاهم الكلام بتاعي ده بشكل مظبوط جدا، وهيبقى عارف ان في من الاعراض اللي بتبقى مصاحبه ليه بيبقى فيه طفح جلدي، وفي اوقات ان ممكن بيحس بانسداد في الحلق ان هو مش عارف يتنفس ولا قادر يبلع، وممكن لو ما حدش لحقه ان هو يتوفى. فالغريب فعلا ان طول مده الدراسه دي ما حدش اشتكى من اي اعراض خالص، سواء اعراض شديده او اعراض معتدله. تفتكروا الموضوع ده ممكن يبقى صح ولا لا؟ عايز اسمع رايكم في الكومنتات. وبس كده خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى اكون عرفتكم ان في معجون ظهر جديد المفروض ان هم بيقولوا ان هم يبتدوا ينزلوه في السوق، وده بيقلل من حساسيه مرضى الفول. لو عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتس وانا هرد عليك. ما تنساش لايك شير فولو، ولو استفدت من الفيديو ده ادعيلي دعوه بظهر غريب. سلام عليكم.